اهلا ومرحبا بكم على قناتي كوزين الفا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالضغط على زر سابوني ثم زر الاشعار باش يخليه يتوصل بجديد القناه، ونبداو مع بعضنا حلقه جديده ووصفه جديده. كما تراو اليوم حلقه سبيسيال، مش نعملوا فيها جاتو متخمية صرع على الاخر اسمه داكواز، والا جاتو سوكسي، جاتو فرنسي معروف ومذخم على الاخر ونستحقوه في المناسبات متاعنا. هوني باش نعملوا مع بعضنا تقريبا 6 ابيض بيض باش نعمل، ونركضوا مع بعضه مع 120 غرام سكر حبوب، يعني سكر عادي نتاعنا ذاك الكلاسي، مش سكر محور يعني. وهوني رشة ملح باش نحط مع البيض، رشة ملح كيما تراو، وباش نركضهم مع بعضهم كي الميرانغ فرونسيس. هوني للسكر باش نزيدوه على 3 مراحل. باهي باش تقولوا لي كيفاش، اللي ما عندوش باش يقيس السكر معناها ميزان وكل شيء، كيفاش تقيس؟ تقريبا بالكيس. طبعا نحط لكم في صندوق الوصف من لوطه الجرامات معني بالضبط، نحسبهم لكم ونقول لكم بالكيس معناها بالكوب، اللي عنده كوب فيه قياس وكل شيء نجم يحسب بيه. هوني كيما ترى باش نزيد المكونات الجافه من بعد، اللي هما 100 غرام لوز مرحي، و40 غرام بوفريوه مرحيه، و120 غرام سكر محور، و4 مغارف كبار فارينه. هوني كيما تراو قاعده نركض في الميرانغ فرونسيز نتاعي، الابيض العظم. باهي هوني الابيض العظم من الليل معناها خرجته من الفريجيدير وخليته لبرا، ومن المستحسن انكم معناها نقولوا نحنا تفصلوا البياض على الصفار ليله كامله باش ينجح معاكم ويضاعف الحجم نتاعو ويجي ميرانغ ناجح. حتى في الاخر نقول لكم كيفاش ناجح. هوني كيما تراو نحط الدفعه الاولى وهكاكا، ونقعد نركض باش نسرع لكم في لي زيتاب لهنا، خاطر سا غيان باش تقعدوا تتبعوا في هوينا نركض. جوست معناها هكا باش تفهموا البرانسيب. هوني السكر جوست باش نحطه على 3 مراحل. المرحله الاولى كي يولي لي العظم الابيض البيض يولي ثلجي معناها يتماسك في بعضه، نحط الطرف الاول. من بعد نحسه ولا يلقوا بدا يذوب طبيعه السكر فيه، نحط الطرف الثالث. ومن بعد كي يحسوا بدا يتكبس نحط عفوا الطرف الثاني، شطر ثاني، وكي تكبس في الاخر نحط شطر ثالث، معناها على 3 مراحل. وهوني كما تراو هاك عمال معايا اللي هما يقولوا منقار العصفور، ويابس معايا معناها شادد معايا روحه دو تيل فاسون كي نقلب الشقاله ما تطيح لي، ما يطيحش كيما تراو هكا، نقلب الشقاله على وجهها المرانغ لاصق ما يطيحش جمله. هذاك هو المرانغ فرونسيز نتاعي ناجح معايا. هوني راهو كيما الماكارون تقريبا، كيما الماكارون، دونك ما يقلقش. هوني الصفيه ديجا كنت نصفي بها في البوفري، وهذاك علاش مازال شاد فيها تروف البوفريوة. باش نقسم المكونات الجافة على 2 وندخلهم مع بعضهم، يعني نصفيهم مع بعضهم في المصفات هذيا، وإلا اللي عنده روبو ينجم يعاود يرحيهم الكل مع بعضهم وهكاك يكون خير، ينجم يعاود يصفيهم. علاش؟ خاطر نحنا طب باش ندخلوه في وسط المورانج، المورانج ما نحبوهش الهواء نتاعها اللي لميناه هذاك، وكان نحبوش يتيح. يلزم المكونات الجافة كلها ملمومة ومخلطة مع بعضها، أمورها واضحة، وخاصة ما فيهاش حبيبات كعابر باش ما يقعدوناش في الجاتو نتاعنا يفسدونا من بعد البات نتاع الجاتو نتاعنا. كيما تراو هوني ننخلوهم مليح مع بعضهم وندخلوهم على دفعتين عملتهم، واللي عنده منخل ما اكبر ينجم يحطهم الكل مع بعضهم. وبعد نخلطوهم بطبيعة، كي نكملو نصفيهم نخلطوهم مع بعضهم ونكملو كيما تراو المكونات الجافة نتاعنا. هوني نجم تبدلوا راهو النوازيت والا اللوز، هذاك انا اش عندي، هذاك اللي عندي حطيته معناها، تنجموا تبدلوا يا تعملوها نوازيت كامله يا لوز كامل يا الا والا فستق كامل. فما شكون يعملها بالزوزه، اما انا جو لو كونفيرم با، على خاطر الزوزه ما تصورش كيما الفاكهه هكايا باش تعطيك المطعمك البنين هذاك، ما علينيش حاسيرو. هي لمحاله انا كما تعرفوني مانيش من احباء الفاكهه، هي قويه على الاخر وبنينه مش نورمال، معناها كي تبدا عندك فرح ولا حاجه، كي يجيك حد ولا مش تعمل هكا حفله صغيره ولا حاجه. كيما ترى وانا ديجا عملت حفله البارح وكل البنتي، وحبيت هكا كي العاده نفرح العائله مره في الشهر، نعملوا حاجه هكا مزيانه نكسروا بها الروتين وكل. كي تعطيه واحد معناها الضيف كي تعطيه برج صغير ما شاء الله يشبع كفي ويوفي. لهنا ديجا باش نحط الخليط نتاعي في الميرانغ فرونسيز اللي عملتها، تحصلت عليها على 4 دفعات، خاطر هو برشا ما شاء الله، دونك على 4 دفعات باش نعملو. هوني باش وكيفاش تراو فيا معني جوست من الاول باش نوريكم كيفاش تخاف على بالنسبه تخاف على الهواء نتاعك لا يخرج، وسباتول طلع من فوق وتهبط من اللوطه، مش كيما المكروناج بالضبط. المكروناج نقعدوا ننزلوا عليه برشا ونخدموا فيه نخدموا فيه، يزمو يسيح لنا في الاخر.
لا هذا الجاتو سوكسي ولا الداكواز يلزم نحافظوا على كل القوام هذاك الثلجي المتماسك، باش من بعد ما تسيحلناش وتولينا، مش باش تولينا بطبيعة كما الماكارون، ومش باش تولينا زادة ورقة في ال في ال والمكرونه ما نحطوش فيه فرينه بالطبيعه، الفرينه هو اللي باش يعطيك القوام الباهي من بعد هذاك، معناها تظهر كاينها جاتو جاتو بالحق من بعد. مش نورمال الحقيقه، ياسر روعه، نتمنى انكم تجربوه. انا الحقيقه جربت على الوصفه، دورت عليها، لوشت عليها في اليوتيوب وكل، معناها نلقاهم ساعات يحطوا الوصفه من الاول والكل، لكن فما مراحل محروقه الحقيقه. عندي صاحبتي وقريبتي يعطيهم الصحة، هما معناها اللي عطاونا الروسيت هذيا، وانا حاولت معناها نجرب الروسيتات نتاعهم، هي كيف كيف نورمالمون لي روسيت. الاختلاف وين في الـ في الـ بعد الكريمة، في حشو الكريمة، اما الباز نتاع البات هذاك هو يقعد بطبيعة ما يتبدلش يعني. وكما تراو نحاولوا هوني نركزوا في ساعة في يعني هذه يقولوا نحن 90% من الخدمة. البات باش نعمل تنجح لنا وكل هي التحريك بتاعها. هوني راهو كجماعة يلزم قياسات قد قد وكل، ما نخفيكمش معناها الحقيقة اللي أنا هوني ما قستش بميزان، خاطر أنا يمكن مستنسة نعرف بالضبط معناها قداش تقريبا حسب عيني ميزاني. عندي صحيح اللوز موزون هو 100 جرام بطبيعته وكل، على هذاك معناها قست بهذاك قست وكل، لكن اما راهو ما يضرش حتى طرف اذا زدت نص مغرفه ولا ربع مغرفه ولا نقصت. علاش؟ على خاطر الباز في التكنيك ماهوش في الوحده، ونقول احنا في الميزان على 5 جرامات ولا 10 جرامات زايدين ولا ناقصين. يمكن في وصفات حساسه يمكن انا ما تعديتش عليا، لكن نحكي على تجربتي انا، هذايا اللي انا تعديت بيه، وما نعرفش انا ما تنجم تكذبني ولا ما نعرفش تنجمش تقول هذا هو خدمتي قدامك وهك ترى معناها شنو انا جمت نعمل يعني بالميزان ومش بالميزان ودرشني ودرشني هذاك ما نعرفش. انا هوني مانيش اكاديمي كما قلت وقبل، مانيش اكاديمي هنا باش نعطي الميزان كما هو بالضبط. انا نخدم كما المرأة التونسية في دارها حسب طريقتها، باش حسب باهي عينها ميزانها اذا هي متمرسه وتعرف، اذا كان مش متمرسه وتخاف تشري ميزان وتاخذ الوصفه كما هي وتوزن بالميزان بتاعها، وماذا بها تركز في لي تكنيك، سينو كانها متمكنه وكل هذيك حاجه اخرى. باهي هوني لهنا كملت، خلطت القوس من غير بطبيعه، كملت خلطت المرانج بتاعي مع المكونات الجافه، وهوني البابي كويسون قسمت على 3، عملت 3 طروف، وكل واحدة حسب القالب متاعي. أنا باش نعملهم في قلب، نعملهم في القالب متاع تشيز كيك باش من بعد يخرج لي فاسيلمون. القالب هذايا القلب صورته على بابي كويسون بستيلو، صورت عليه وقلبت بطبيعة، ما نحطوش الجاتو بتاعنا على الشيرة اللي عملنا بها بستيلو بطبيعة، نقلبه بالعكس خاطر هو ترونسبارون تقريبا، ينجم يورينا من تالي كيما تراه هكا في ستيلو ظاهر معناها ديجا من تالي. وبالبوشيت، واللي ما عندوش بوشيت ينجم حتى ساشي اليمونتيغ، انا كيكة كنت نعبي الحق من دايما عندي بوشيت، دونك عملت في البوشيت في ساشي اليمونتيغ ولا متاع الحم هذوك معناها، تعمل فيه ثقب بالسكينة ولا حاجة ولا بالمقص، وتنجم تفرغ وتحاول تقسمه على 3 معناها، تحاول تجيبهم 3 فرد معناها فرد قياس، بس ينو ما يقلقش معناها واحدة أكبر من واحدة، معناها أخشى من واحدة مش باش تضر ولا باش تظهر من بعد. هوني بعد ما حطيتهم 3 رشيت عليهم سكر محاور، سكر محور لهنا علاش رشيتو عليهم؟ باش يشرب لي الرطوبه من فوق ويشيحوا شويه من فوق، باش كي ندخلهم للفرن ما يتشقوليش. ما نعرفش استوس هذيا، انا شفتها وحبيت نطبقها، ما نعرفش انا قبل ما عملتش، نقولوا نحنا ديكواز هكايا عملتها بنوات كوكو، باش تقولوا داكواز بنوات كوكو كيف؟ بون انا عملتها داكواز بنوات كوكو، جات بنينه على الاخر زاده، اللي يقول ما عنديش فيكيا وكل، كان بنوات كوكو زاده ارخص وكل تنجم تخدم بيه. هوني مش تكلفت هي الفيكة يعني مش حاجة كبيرة، 140 جرام في وسط الوصفة. وهوني بعد رشيت شوية بوفريوة هكا شوية من فوق على اللون هكا، حبيت بخطوها ومش باش يظهر من بعد، لكن انا حبيتك النكهة متاع البوفريوة ديجا، خليها بقشورها كيما تراو نتوما، نخليها بقشورها باش تعطيك النكهة متاعها وكل. وحطيت 100 جرام تقريبا في معناها نص رطل الحكاية كل في الكل في الكريمه. الكريمه الابيض العظام اللي خدمت بيه المرانج الجاتو بتاعي، بات الجاتو الاصفر السته هذوك ما لوحتهمش،
ما نعرفش اني الكريمه هذه عملتها انا وحدي، دونك ما خديتها مع صحه حد، دونك ما نعرفش اسكو هكا يعملوها الكريم موسلين ولا لا، هذه ما نعرفش. انا هاوش عملت 6 عظمات اصفر عظم، 6 ابيض اصفر عظم اللي قعدوا لي من الابيض هذوك، زدتهم 600 ملي لتر حليب، معناها نص سيترة وزيدها 100 ملي لتر حليب، وحطيت لهم السكر. السكر ما نقول لكمش بالضبط قداش، حسب الرغبه نتاعكم، كل واحد يحط السكر نتاعو ويذوقها هكا. انتوما في الرطل تحطوا 4 مغارف، في النص سيترة عشان الحليب تحطوا 4 مغارف، هوني تقراو حساب اللي باش نزيدوا زبده من بعد ونزيدوا فاكهه، دونك نزيدوا في الحساب. وهوني عملت 600 ملي لتر الحليب نتاعي، ونشي حطيت نحط على دفعات، حطيت 4 مغارف نشي. هوني باش نقول لكم انا من بعد ما تطيب وتخرج باش نركبها مع الزبده 250 غرام زبده، وباش نركبها من بعد مع 2 مغارف بودر كريم شانتي، خاطر نحب مطعم الكريم شانتي على الاخر، واللي ما عندوش كريم شانتي وبدلها بالفاني. من بعد انا الفاني راني زدت ونسيت باش نحطه لهنا، بعد ما هبطها زدت الفاني وعاودت ركبت. وذقت السكر وزدت شوية سكر خاطر حسيتها ناقصة شوية سكر، زدت شوية سكر. واللي ما عندوش كريم شانتيه يعوضها بمغرفة كبيرة نشا من الأول، من طوى من هو الحليب بارد معناها. بهذا باش نكونوا متفاهمين، أنا عملت 4 مغارف نشا على 6 عظمات و600 ملي لتر حليب، والسكر تقريبا 6 مغارف سكر. وقلت لكم إذا مش باش تحطوا كريم شانتيه من بعد زيدوا مغرفة نشا، معناها 5 مغارف نشا كبار. هوني طيبتها على النار ونقعد نحرك وما نسيبو هي الجمله، ديجا هكا عملت لي كشكوشه من فوق حتى اللي تطيب تتنحى بعد الكشكوشه، نقعد نحركو على الاخر يلزمها تجيك اللقه هذيك وتجيك الرطوبه هذيك وما تعمليش كعابر وما تلصقليش، هذيا ما يلزمش نبعد عليها جمله. كان انت تقلق وتفد وما تحبش تقف برشا على الغاز، غلي نصف الكميه نتاع الحليب على النار، غليها وخلط الشطر الاخر في البارد، وبعد خلطهم مع بعضهم طفي صافي يغلي لك وما تقعدش تستنى برشا. هوني كيما تراو زدت السكر فاني وزدت شويه سكر انا من عندي خاطر حسيتها ناقصه شويه سكر، وركبتها مليح مع بعضهم باش ذوبت السكر مادامها سخونه فاسيل ما باش يذوب لي بالطبيعه. وباش نزيد لهنا الزبده نتاعي على مراحل، الزبده تكون بحراره الغرفه مش من الفريجيدير، وحتى كان من الفريجيدير تقصها اجود، معناها مكعبات صغيره اصغر من اللي انا قصيتهم هكايا باش في صعوبه معاك. وديجا هي سخونه مازالت من النار، انا هبطها الكريمه. هوني تركضوها مليح كيما نقول لكم، ونعاود في كل كريمه كي تبدا باش نحطوا فيها زبده نركضوها في ساعه وما نستناوش، خاطر ما نمش نرميو الزبده ونمشيو نعملوا حاجه اخرى وبعد نرجع نركضوها. هكاكا يتفصل الزيت نتاع الزبده والحليب نتاع الزبده يتفصلوا على بعضهم، والزيت ما عادش يدخل في وسط الكريمه، ما عادش يتجانس، معناها بعد حتى ما تركضها تولي لك ظليله زيت من فوق تتفصل على بعضها. هذايا تكنيك معناها للكريمه اللي فيها زبده. هذايا الكريم موسلين نتاعنا، حطيت كيما قلت لكم 250 غرام زبده، وكيما تراه هوني راهي سائله راهو فيها الزبده، الزبده هي اللي باش تجمد هي من بعد، ومن بعد الكريم شانتيه كيف كيف تزيد معناها تعمل لك القوام اللي نحبوا عليه. هوني ما حطيناش ابيض البيض، علاش ابيض البيض يردها كيما الكريم باتيسير العاديه تولي كل حلقومه، انا نقول حتى كل قوام هكا كل قشدي وكل اكل السايل وكل طري وكل ينقص، معناها ما تراهش. ما نعرفش هذا رايي انا وهذا تجربتي انا، وانتم كل واحد وشنو يحب يعمل بالطبيعه. هوني كما تراو الكريم شانتي قلت لكم انا قبل شريتها باكو كبير تقريبا 750 غرام من جيون، هو ب 6000 الباكو حاجه ولا 7000، معناها ماهوش غالي، وتنجموا تستعملوه في حلوياتكم. حطيت مغرفتين انا كبار ولا مغرفه ونص تقريبا هكاك، نقول مغرفتين ما يتقلقش. وركبت مع بعضنا كزيت ماسكت شويه بوغتو مازالت سخونه، ومن المستحسن راهو الكريم شانتي نركضوها وهي بارده مني سالف، ما قلقش معناها ديجا صابال وصلت انا حاجتي بالقوه مش بالقوى. هوني زدت اقل من 100 غرام بوفريوه، كيما تحبوا معناها المطعم يعجبكم ليكم انتوما، سينو حطوا 50 غرام نقولوا نحن بوفريوا وشويه من روح البوفريوا ولا حاجه ولا لوز ولا بيستاش ولا اللي عندكم واللي متوفر عندكم اللي تحبوا تعملوه. واللي يحب يجربها بنوات كوكو والله ننصحكم تجربوها، راني عملتها بنوات كوكو وجاتني مش نورمال بالحق على الاخر، روعه روعه. معناها تحط في الكريمه نوات كوكو وفي الفات اللي مش طيبه طيبه بنوات كوكو، والله جاتني بنينه انا عجبتني على الاخر. وهوني كملوا نركضوها ونخليوها تبرد، نحطوها من بعد في البوشيت نتاعها
باش نحضروها للدريساج نتاع الطبقات. به ما قلت لكمش اللي انا حطيتهم هذوما في الفور كي العاده، الفور يسخن قبل بنص ساعه ولا اكثر، اما المره هذه على 160 درجه خاطر فوري صغير. اذا فورك كبير ولا قوي ولا حاجه ما تفوتش ل 180، دونك توت لي كامل ما تفوتوش 180 درجه، مده ربع ساعه. اللي فور قوي وكبير 10 دقائق ما اكثرش، يظهر لك تبدا طريه راك تخرجها من بعد تشم الهواء تيبس. كما تراهم نخليهم يبردوا على الاخر خذي وراحتهم، بردوا بالكدا هما والكريمه بتاعهم، بردوا تقريبا ساعه ولا اكثر من ساعه خليتهم. وتوا باش نحيهم بيان سور، راهو فما السكر بزايد معناها لهنا باش تلصق لي في كويسون، نحاولوا نقلبوها كيما هكا على وجهها ونحيو بالسياسه معناها بحذر نخاف ولا نكسروها. ديجا بدات تطرى معايا هي، لكن مازالت فماك القرمشه من فوق، القرمشه هذيك الكل باش تتنحى وتتبدل وقت اللي نحطوا الكريمه ونخليوها في الفريجيدير تبرد. طب شوفوا تابعوا معي اخر الفيديو تشوفوها كيفاش كي قصيتها وكيفاش طلعت لي مش نورمال، روعه على الاخر حتى منظرها ومطعمها اكثر وكثير. هوني جاوني بورتون قصت قد قد تحلوا في الكوشه شويه، جاوني بزايد هكا شويه كلا حرافه نقصت منهم هكا طرف. وما يخلقش انا اي زوائد نتاع الجاتو نخبيه في كومبوت وحده. ديجا من بعد كان تحبوا معناها في الفيديو الجاي نوريكم الطاوله نتاع الحفله هكا صغير عملتها انا وراجلي وبنتي، معناها مش برشا عباد ولا حاجه، جست معناها ثلاثه من الناس حفله هكا باش نفرحوا بها صغارنا ونعملوا بها جو وكل شيء. حبيت كان تحبوا معناها نوريكم فيديو، نعملكم فيديو جست نوريكم الطاوله شنو انا حطيت فيها وكل. ديجا حاجات هبطت لكم الوصفات قبل، وفما وصفه نتاع صوابع محشيين كي الصمصه هما. هذوكم الزوائد نتاع الجاتو واللي يفضل لي من الكيك ولا حاجه نعمل بسبوسه ولا حاجه تفضل، نحطهم على شيره نحطهم في كومبوت ومن بعد نلمهم مع بعضهم نعملهم كي حشو الصلصه، نزيدهم طرفه عطرشيه وشويه فاكهه ولا مش لازم فاكهه، نزيدهم طرفه عطرشيه ونحشيوهم هكاك بالملصوقه ونحطوهم في الفور ولا نقليهم ولا نشحروهم حسيلو. يجيو حاجه روعه وكمان لو فوش الحاجات الزايده نتاعنا. ان شاء الله نعمل لهم زاده، كان تحبوا نعمل لكم فيديو يعني شوفوا. وهوني كيما طلع في الدريساج نحطوا طبقات نتاعنا، طبقه فوقها كريمه وطبقه فوقها كريمه، ومن فوق جست نحطوا شويه كريمه. انا هوني ما شاء الله كفيت ووفيت الكريمه، جست نحط شويه من فوق باش نحطها طاو نغطيها ونحطها في الكونجيلاتور ما اقلش من 4 سوايع في الكونجيلاتور. خليتها في الكونجيلاتور 4 سوايع، اكل مين نتاع الكريمه الحليب نتاع الكريمه امتصته الفات ولات طريه تهبل معانا وبردت بركدا وكبست روحها، باش نجمو نحلوا القالب نتاعنا ونخرجوها من القالب نتاعنا. اللي ما عندوش قالب نتاع تشيز كيك نجم يعمل اي مول عنده يحطها بالبابي سيلوفان من لوطا ولا بون بابي الومنيوم ما ننصحش، مي بابي كويسون ولا بابي سيلوفان ولا ساشيات اليمونتيغ تحلهم على طول وتخلي الاطراف باش تنجم تجبدها الكل مع بعضها، اما تخليها تبرد مليح باش ما تغطسلكش باش تجبدها. بعد كما قلت لكم نحطوا الكريمه من فوق باش نسكيو بها الطبق كي فما وحده ديفورم يعني تبدا ديفورمي من فوق ولا حاجه، وقبل الكريمه نستويوها نجيبوها قد قد ونخليوها تبد على روحها. ومن بعد نوريكم الدونتين نتاعها نتاع الجاتو هذايا، هو ما نعرف سبيسيالمون يعملوها في دونتين داير بها بالشوكولاته، نوريكم كيفاش ساهل وما فيه حتى شيء. بون فما استوس صغيره ما نجمتش نحطها ونوريها لكم، تو نقول لكم عليها من بعد وان شاء الله تكونوا تفهموني معناها كيف نقول لكم شنو تعمل، خاطر ما نجمش نصور وفي نفس الوقت نخدمها خاطر بزوز جديد هذيك هيا وما جيتش معناها كيفاش باش نصورها. حاسيلو كيما قلت لهنا باش نغطيوها ونحطوها من بعد تزينوها كيما تحبوا نتوما، انا زينتها بفريوه وبيستاش ونغطيوها بابي سيلوفان كيما قلنا قلت لكم. ومن قبل اي حاجه نحطوها في الكونجيلاتور نغطيوها بابي سيلوفان كوميم، الكونجيلاتور نبداو حاطين فيه لحم ولا اي حاجه باش ما ياخذش الريحه وباهي باش ما تعرقش وين يهبطش عليها ثلج ولا ما نعرفش انا تولي فريزي ولا حاجه من الكونجيلاتور. هوني 100 غرام شوكولا نواغ، عندي 100 غرام شوكولا نواغ ذوبتها في الميكروويف ما زدتها حتى شيء، ذوبتها في الميكروويف وجيت فاتي كويسون تاعي قست دورتك ذاك الطول هذاك الكل قسته على كبر القلب نتاعي القالب اللي هو القالب وقصيت نصفه باش نستعمل خاطر نص بركه، وباش نعمل عليه هكاك رسم عشوائي بالمغرفه وبالشوكولاته نتاعي ونخليوها كان دار بارده، خليوها على الطاوله يبرد شويه جست هو يتماسك وانتم تدوروه على القالب نتاعكم كيما تشوفوني بعد. سينو كيما عملت انا دخلت الكونجيلاتور هو طويل برشا وانا حبيتش نقصه ما حبيتش نعمله على اثنين، حبيت نعمله كل مع بعضه،
وليت شدته بيدي، شطر شدته شطر في الكونجيلاتور. انت دوب ما تحط باكيت 800 تاعك في الكونجيلاتور راه يمس الثلج شويه هكا البلاصه بارده، في ساعه يتبدل لونه يعني يبهت لونه. عفوا هذاك تماسك، نخرج هذاك ندوره ونحط الشطر الثاني، خاطر بالطبيعه الواحده طويل اطول من الكونجيلاتور، معناها مش بتدخل كلها في الكونجيلاتور، او كنشدها بيديا زوز منا ومنا معناها على طول ايديا وندخل بشطر بشطر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا اللي حبيت نقصده معناها انا. جوست علاش هذا الكل؟ باش كي نوقفها باش ندورها على القالب نتاعي ما يتيحليش، ما يرزنليش وما يتلبزليش في بعضه، باش يلصق لي في بعضه مادام وراه مازال سايل ومازال دافي، باش يلصق في بعضه ويتخبز وباش يطيح لي فوق الخبزه وماهوش باش يجيني واقف كيما نحبو انا. كيما طرا رسوم عشوائيه بمغرفه صغيره نهز ونحط على بعضه هكاك، شوكولا نوار ما فيها حتى شيء 100 جرام قهوه، هذاك اش عملت؟ فضلتي منها شويه تونه. حبيت نعمل بها قالب هكا صغير ونكتب عليه حاجة، ما كفانيش الوقت. وهوني جبتها في بالي لينا نصور، في باليش اللي هي باش قاعد يصور. قعدت لي طرف كريمة، الكريمة هذيك جست عملت بها الحواف على جنب، غطيت بها خاطر كيما شفتوا كي حطيتها بالطبيعة على جنب ما يخلط لهمش الكريمة. طرف كريمة باش عملت بها على جنب باش نجم نلصق فيها الدونتين نتاعي، وقسمتها نصين. هذه زينة ترجعكم لكم انتم، نص حطيت فيها بيستاش ونص حطيت فيها بوفريوا. والقالب خليته ملوطة، من حبيتش من مش بحبيتش ما نجمتش نحيها على خاطر هي طريه برشا، دونك باش نهز ونحي الجاتو بتاعي في شيره باش يتشوه لي ولا حاجه. بون ما حبيتش ناخذ الريسك، انا ما جربتش، اما حبيتش ناخذ الريسك، حسيتها طريه مش نتاع باش نحيها من القالب اللوطاني. وكما ما يضرش، ديجا حطيته فوق الصحن ما يظهر حتى شيء. وتنجموا فما وحدات سبيسيال لك لي كارتون سبيسيال هذوكم دوري ولا ارجونتي تحطوا تحت الكاتو. ريتو كيفاش هوني شد معايا، هوني شد معايا، راهو كان جاي سايل ومازال معناها كيما قبيله عملته، راهو يتلبز يطيح الكل في وسط الخبزه من اللوطه، هو يطيح بالعكس من تالي يتكسر ولا يجي مش مستوي مش واقف بالضبط معناها كيما نحب انا. هوني نلصقوه، الكريمه نتاعي بارده والكاتو نتاعي من الكونجيلاتور خرجته، راهو دوبك الشوكولاتة ما تمس الجاتو طول باش تيبس باش تعمل الكول تتشد معايا. نحاول من فوق ديما نستوي باش تتماسك معايا وتقعد لي واقفة كيما نحب انا، ومادامها باردة نص برودة راهو باش تجي معاك ناجحة، اما كي باش تبدا سخونة راهي باش تطيح لك وتتلبز لك، وكي باش تبدا يبسة برشا راهي باش تتكسر لك. فلذا تحاول تجيبها في الميديوم، انا دار سخونة هذاك علاش استعنت بالكونجيلاتور. وبعد توا اش نعملوا؟ نحطوها كيما هي هكاكا مستويه كيما طراو مزيانه كيما هكاكا، نحطوها في الكونجيلاتور من فا ربع ساعه 4 دراج تخرج تلقاوها امورها روعه. وكيما طراو معايا الجاتو نتاعي هوني بس الشوكولاته ونجبدوه يجي معايا فاسيلمون. انا خفت الحقيقه اول مره نعمل، خفت يتكسر لي ولا حاجه، لقيته ساهل على الاخر. شفتو بابي كويسون معناها فيه الزبده، هو ورق الزبده اسمه، فيه الزبده ولا زيت ولا ما نعرفش شنو اللي ما يخليش الحلويات ولا الشوكولاته تلصق. وجاني روعه ومزيان على الاخر، وفرحوا بيه معناها العائله، ونتمنى نتمنى تجربوه وتذوقوه بنتو اكثر من منظره. وكما قلت لكم يا جاركم ليكم انتم الزينه، قدرتوا تعملوها ما قدرتوا ما قدرتوش، نجموا تعملوها اشكال هكاك عشوائيه وتخليوها يابسه تحطوهم في الكونجيلاتور وبعد تكسروهم وتلصقوهم بالاجناب ولا تحطوهم من فوق. الزينه ديما ترجع لكم ليكم انتوما. نظفوا الصحن نتاعنا من الزوائد نتاع الكريمه وكل، وحضرتنا كمان حضرت الطاوله نتاعي وحطيتها وشعلت الشمع نتاعي ورجلت اموري. كيما قلت لكم تحبوا تشوفوا الفيديو نتاع الطاوله هذيك قولوا لي تهبط لكم. وهوني شوفوا الطراوة دي قصيتها اليوم الصباح، معناها صبحت على الصباح ماما ما شاء الله بنتي كليت لي الشوكولاتة اللي دايرة بها الكل، دونك هذا علاش خلطت ما شاء الله اللهم بارك، هي جات طرية تهب اللي يعطيهم الصحة اللي عطاوني الروسات. والكريمة زيد نصحكم تجربوها ياسر بنينة. انا قبل كنت نخاف منها سخينة صعيبة كل يا اخي، حق ما شاء الله سهلة ما فيها حتى شيء، جوست شوية وقت نتاع باش تسقطها في الفريجيدير تستنى وكها. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تكون ان شاء الله تطبقوها وتعملوها في مناسباتكم وافراحكم، وان شاء الله تدعيوا لي دعوه خير. وكل عاده اذا عجبكم الفيديو ولا عجبتكم القناه ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك القناه اذا مازلتوا ما اشتركتوش، وتعليقاتكم كل عاده نقول لكم يعطيكم الصحه على هزين المورال نتاعكم وعلى تشجيعكم ليا.